أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. قال الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن أن النازحين والمغيبين والمفقودين سيكون لهم صوت مسموع في الانتخابات القادمة التي لا يمكن أن تمر دون تحقيق المطالب، مشددا على وجوب اعتبار التصويت البيومتري حجر الزاوية في أي مشروع لكسب ثقة المواطنين. وحذر الدكتور أبو مازن الخائفين من خسارة الانتخابات المقبلة من المزايدة على الوطنية وعفة اليد، وهم غارقون بمخططات الفتنة والفساد منذ بداية عملهم السياسي. وأضاف أن الانتخاب الإلكتروني قد تسبب بتزوير الانتخابات الماضية، وليس من المعقول العودة إلى نقطة الصفر، ما يستدعي التقيد التام بالنظام البيومتري لضمان حق المواطن بالتصويت والتغيير والإصلاح.